وبعيدا عن أجواء السياسة إلى آخر مستجدات ملاعب العالم وآخر الأخبار الرياضية محليا ودوليا، رفقة الزميل العزيز بسام نجار. مساء الخير بسام. أهلا بك حسام، وأهلا بكل مشاهدي قناة ميدي أن تيفي. يعني تقريبا ككل يوم بسام نبدأ بكرة القدم والفوز العريض للمنتخب المغربي للاعبين المحليين ضد نظيره الليبي. بالفعل حسام، حيث اكتسح المنتخب الوطني المغربي نظيره الليبي بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الثالثة من منافسات ذهاب الدور التأهيلي لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين في كرة القدم رواندا 2016 التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب المغربي كل من محسن يجور وعبد الإله الحافظي ومروان سعدان، ورفع المنتخب المغربي عقب هذا الفوز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول بعد أن تعادل في الجولة الأولى بهدف لمثله مع تونس، متبوعا بمنتخبي ليبيا بمجموع 30 نقاط ثم المنتخب التونسي بنقطة واحدة. ستقام منافسات إياب الدور التأهيلي في شهر غشت المقبل بتونس، علما أن صاحبي المركز الأول والثاني يتأهلان مباشرة إلى بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين. هذه المقابله من نتيجه من غير الانتصار كانت غديرنا في مازيخ، غتمشي بجوج نقاط ولا بنقطه واحده، الحظوظ تقصات بشكل كبير، فكنا دوفون فيتا كومبلي باش يمكن لي باش خصنا ننتصروا. من هنا للروتور باقي 4 شهور. العناصر ديال المنتخب المغربي كانوا عازمين باش يحققوا واحد النتيجه ايجابيه خصوصا في الديار ديالنا. كنا دخلنا مكونسونطرين في بدايه المقابله، سجلنا الهدف الاول والهدف الثاني، بقينا محافظين عليه حتى سجلنا الهدف الثالث. الحمد لله كنشكر اللاعبين على المجهود الجبار اللي قاموا به. كنا عازمين باش نحققوا واحد النجاح، ثبتنا المستوى ديالنا ديال تونس. الحمد لله اليوم برهنا بانه احنا فريق سوليدي. الحمد لله كما شاف الجميع حقنا المبتغى على الجنة اللي هي 3 بوان. من جهتهم اعتبر لاعبو المنتخب الليبي أن الهزيمة من المنتخب المغربي جاءت أمام منتخب منظم، خاصة وأن ليبيا لم تستفد من أي مراحة كافية بين مباراتها الأولى مع تونس ومباراة يوم أمس. تونس نحن لعبنا معهم يوم الخميس واليوم الأحد، يعني فرق حتى في الأيام، ضغط والشباب تعبين كانوا، ومنتخب المغرب كان أحسن منا في الشوط الأول ومستحق 3 نقاط، وان شاء الله نعوضوا بعد نمشي لتونس. ان شاء الله هم يقدروا يلعبوا في ارضنا، كتونس هي محسوبه ارضنا، ان شاء الله نفوزوا عليهم ونترشحوا ان شاء الله بإذن الرحمن. في الوقت الضيق انا بالنسبه لي انا شخصيا نرجح ان عامل الوقت الضيق، زي ما تعرف لعبنا خميس جمعه وسبت راحه ولا حد لعبنا، والاعداد في البدايه ما كانش معناها اعداد كبير، زي ما تعرف ممكن 20 يوم قبل مباراه المغرب، ممكن اسبوع بعد المغرب لعبنا تونس، ومن تونس لعبنا المغرب حوالي يومين معناها راح. والله ونشكر طبعا الرياضيين على ما قدموه، والصراحه يعني منتخب مغربي كان منتخب قوي ويستاهل الربح، وحنا ما وفقناش ربي، وان شاء الله احنا لعبنا مباريات الذهاب هنا في المغرب، ان شاء الله نمشوا مباريات الاياب في تونس وندافعوا على اللقب نتاعنا ان شاء الله. تكون النتيجه انا نعتبرها منطقيه بالظروف اللي احنا مرينا بها واللي مر بها المنتخب الليبي، نتيجه منطقيه، ولكن ما زالت الفرصه موجوده، ما زلنا ثاني الترتيب في الشان، وان شاء الله نعوضوا في الاياب في تونس بقدره الله ان شاء الله. في موضوع آخر، وبعد أيام من المفاوضات وصراع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، يبدو أن مسلسل انتقال الجابوني مالك إيفونا لاعب الوداد البيضاوي ومسلسل انتقاله إذن في طريقه للنهاية، حيث ذكرت العديد من المصادر الإعلامية في المغرب وفي مصر أن إيفونا بات قريبا من التوقيع للأهلي بعد أن تم الاتفاق بين جميع الأطراف على أن ينتقل إيفونا إلى نادي القرن في إفريقيا في صفقة قيمتها 200 مليون درهم. وبهذا يكون الأهلي قد قطع الطريق على منافسه الزمالك وانتزع صفقة إيفونا الذي توج الموسم المنصرم بلقب البطولة الوطنية الاحترافية رفقة الوداد البيضاوي، كما توج بلقب هداف الدوري برصيد 16 هدفا. نبقى بسام في عالم المستديرة. دييغو مارادونا يعتزم تقديم ترشيحه لرئاسة الفيفا. نعم حسام، وهذا تصريح جريء، و
تزامن مع هذا اليوم الذي يتزامن تحديدا مع الذكرى 29 للهدف الأشهر لمارادونا في مسيرته، هدف باليد أمام المنتخب الإنجليزي عام 1986. نعم. إذن كشف الصحفي الأورغوياني فيكتور هوغو موراليس والذي يقدم برنامجا تلفزيونيا مع النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، كشف بأن الأخير سيترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأكد موراليس بأن مارادونا أبلغ بترشحه خلال اتصال هاتفي، ونشر موراليس تغريدة بالإسبانية في حساب على موقع تويتر جاء فيها أن مارادونا أبلغه بأنه سينافس على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم وخوله بنقل هذا الخبر. وكان مارادونا 54 عاما كان من أشد المنتقدين لبلاتر، وقال الشهر الماضي أنه استمتع بفضيحة الفساد التي أدت لإعلان السويسري بلاتر عن استقالته. إلى كوبا أمريكا، بسام، نيمار اللاعب البرازيلي يعني يترك رسميا المنتخب. صحيح. نعم. حسام، حيث ترك النجم البرازيلي نيمار معسكر منتخب بلاده المشارك في نهائيات كوبا أمريكا المقامة حاليا في تشيلي، وذلك بعد أن قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عدم استئناف قرار إيقاف عميد سيريساو لأربع مباريات. وكان كارلوس دونغا مدرب البرازيل قد ذكر السبت الماضي أن القانونيين في اتحاد بلاده يدرسون إمكانية استئناف قرار إيقاف نيمار أربع مباريات بعد طرده في نهاية المباراة ضد كولومبيا في الجولة الثانية من دوري المجموعات، لكن الاتحاد البرازيلي توصل إلى قرار الرضوخ للعقوبة، ما يعني بأن نيمار لن يتمكن من إكمال المشوار مع منتخب السيليساو. وكان المنتخب البرازيلي قد تأهل أمس إلى دور ربع النهاية بعد فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات على فنزويلا بهدفين لواحد، وأكمل هذا الانتصار عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية. خلال المباراة استطعنا خلق أشياء رائعة، إذ إننا قمنا بضغط كبير على الكرة، كنا سريعين، استطعنا تبديل طريقة لعبنا أكثر من مرة، وبهذه الأشياء كلها استطعنا إحراز الهدف الثاني. كوبا أمريكا مسابقة صعبة، وإذا رجعت للمباريات السابقة فجلها انتهت بفارق هدف واحد باستثناء منتخب تشيلي الذي سيطر بشكل كبير. أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش خضع للفحص الطبي في تورينو تمهيدا للتعاقد المتوقع معه للانتقال من أتلتيكو مدريد. وينتظر انتقال مانزوكيتش 29 عاما ينتظر انتقاله مقابل 18 مليون يورو، كما يتردد أن يوفنتوس عرض على اللاعب راتبا سنويا يبلغ 3.5 مليون يورو لمدة 4 مواسم. وكان مانزوكيتش قد رحل عن دينامو زغرب الكرواتي في 2010، وبعدها لعب لفرق فولفسبورغ وبايرن ميونخ واتلتيكو مدريد، وتوج مع الفريق البافاري بلقبين محليين ولقب دوري ابطال اوروبا عام 2013. قال موريتسيو أريفابيني رئيس فيراري يوم الاثنين ان قرار بقاء الساقل الفنلندي كيما رايكونن مع الفريق المنتمي لبطوله العالم لسباقات الفورمولا 1 يحتاج الى نظره شامله وتفكير عميق دون تسرع. وتعرض رايكونن سائق فيراري وبطل العالم 2007 لحادث مروع في سباق جائزه النمسا الكبرى امس الاحد، حين فقد السيطره على السياره عقب انطلاقه من المركز 14، وينتهي عقد السائق الفنلندي مع فيراري بنهايه العام الجاري وسط توقعات بامكانيه البحث عن بديل رغم وجود بوند يسمح بتمديد العقد. بهذا إذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة الرياضية، عودة مشتتا إلى حسام. فقرة المتعة والإثارة والتشويق، شكرا جزيلا لك زميلي بسام النجار على هذه الجولة الرياضية الممتعة. شكرا.